على أيضاً جوالك الجديد. إنه يفهمني وأفهمه، فيمكنني فتح ملف أو التنقل بين صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بإشارة من عيني. رائع يا شيشي، لكن يجب أن تفرق بين وظيفته الأساسية التي صنع لأجلها وبين التطبيقات الأخرى غير المفيدة. ما يهمني أن أستمتع بالتطبيقات والألعاب المسلية. عام دراسي جديد وسعيد عليكم جميعاً، ولنبدأ أول دروسنا عن ثورة الاتصالات. كم أشتاق لمعرفة كيف بدأت ثورة الاتصالات حتى وصلنا لما نحن عليه من تقدم. منذ بداية التاريخ ونحن بحاجة للتواصل مع الآخر، فاخترعنا الرسم لنعبر ونسجل على جدران الكهوف، ثم اخترع الإيقاع كي نحدث به صوتاً لينبه الآخرين عن وجود خطر أو نحتفل بالانتصار وهكذا. وماذا بعد يا جد عجوة؟ الحاجة أم الاختراع كما يقولون، فكلما احتجنا شيئاً لنطور حياتنا ونجعلها أسهل بدأنا في التفكير في وسيلة لتحقيق ذلك، حتى اختراع الكتابة وغيرها من وسائل التواصل، والإشارات بالنار من بعيد، والنداء أو قرع الطبول. ثم تطورت تلك الوسائل عبر اختراع خدمة البريد واستخدام الحمام الزاجل لنقل الرسائل عبر المدن، واختراع التلغراف وشفرة مورس التي حولت النقرات لأحرف وكلمات نتلقاها من على بعد كبير. وكان من فضل الله علينا أن منحنا المخترعين والعلماء العباقرة الذين اخترعوا كل هذه الأشياء المدهشة الرائعة، وبالتأكيد كانوا ينصتون للمعلم في أثناء الدرس يا شيشي. أعتذر يا جد عجوة، كان برحي يسألني عن أحد التطبيقات بجوالي الجديد. حسناً، يمكنكما أن تكملا حديثكما الشيق عن تطبيقاته بعمل بحث عن كيفية عمل الجوال. واجب إضافي في اليوم الأول يا شيشي، جوالك الجديد جلب لنا المتاعب. لا تنسوا موعد حفلة اليوم بمناسبة اليوم الدراسي الأول. لقد كلفنا الجد عجوة ببحث ربما يحتاج يوماً إضافياً لإنهائه. لا تقلق يا برحي، يمكننا حل كل شيء بالتقنيات الحديثة. سوف نسأل الذكاء الاصطناعي وسوف يجيب دون عناء البحث في المكتبة. إذن سوف نلحق بكم في حفلة الليلة. تعيش التكنولوجيا يا شيشي. هذا هو برنامج الذكاء الاصطناعي، سأسأله وهو يجيب، وهكذا يصنع لنا بحثاً عظيماً. أليس هذا غشاً يا شيشي؟ ما سنحصل عليه من درجات يفترض أنها للذكاء الاصطناعي وليست لنا. وهل يجب أن نخترع نحن هذا البرنامج ونمده بالمعلومات حتى نستفيد منه؟ لا يهم أن نخترع، المهم كيف نستفيد من هذه الاختراعات. هذا حدث، تمرد عليك الذكاء الاصطناعي؟ لا يوجد إنترنت يا برحي، لقد انقطعنا عن العالم فجأة، لا ذكاء اصطناعي ولا بحث. لنبحث في التلفاز عن معلومات، هناك قنوات تعليمية يمكننا الاستفادة منها. حتى أنت يا تلفاز، ما العمل؟ بلا إنترنت ولا تلفاز. يمكنني أن أقترح أن نذهب للمكتبة ونبحث حتى نستطيع الانتهاء من البحث المطلوب. لا لا لا، الجوال، كيف نسيت؟ سوف أحضر المعلومة بضغطة واحدة، فالإنترنت على الجوال لا ينقطع. أتمنى ألا يكون حديثك عن عدم فائدة المذاكرة قد أثر سلباً على التكنولوجيا من حولنا. لا 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 لا، البطارية قد نفدت، سوف أشحنه في 10 دقائق فقط. أنا أخشى فقط أن تنقطع الكهرباء. برحي، لا تقل كلمة أخرى حتى أبحث عن شمعة أو مصباح كهربائي يعمل بالبطارية. ماذا حدث لكما؟ هل أصابكما مكروه؟ أصابتنا لعنة يا جد عجوة، فقد قطعت الكهرباء وكل وسائل الاتصال. كلما بحثنا عن حل يا جدي اختفى مصدره، سواء كان جوالاً أو كمبيوتر أو إنترنت أو حتى ضوء الكهرباء. هل عدتما للعصر الحجري إذن؟ وهل علينا الذهاب للعصر الحجري حتى نخترع كل الأشياء التي تعطلت؟ ليتنا ذهبنا للمكتبة
بدلاً من سرقة البحث بالذكاء الاصطناعي. هل حاولتما الاعتماد على التكنولوجيا للغش؟ هو يقصد أن الاعتماد على التكنولوجيا مهم، وهي أفضل الطرق الحديثة للبحث. للبحث والقراءة ومعرفة مصادر، نجمع منها المعلومة بعد قراءة متأنية، نفهمها جيداً ثم نعيد صياغتها بطريقتنا، وليس نقلاً مباشراً فقط دون فهم. سوف آخذكم في رحلة ربما تفهم خلالها يا شيشي كيف تم اختراع كل هذه الأشياء المفيدة. رائع جداً، إنها أول اختراع تم صنعه على ما أعتقد. عجلة حجرية؟ وما فائدتها إذن؟ لقد تطورنا منذ آلاف السنين ولم نعد بحاجة لتلك العجلة. هناك من فكر أنه يمكن أن يحمل أضعاف حجمه بواسطة نقله على عجلة، ولولاها لما كان قد بنى بيتاً من الصخور ولا بنى سوراً لحماية مدينته. وفي مرحلة لاحقة تطورت تلك العجلة لتصبح دراجة وعربة كبيرة تجرها الخيول ومحرك، وصولاً إلى هذا العصر حيث سيارات الدفع الرباعي وغير ذلك. لو لم يكن هناك من أقدم على هذا الاختراع لما كان لدينا أي شيء يتحرك على عجل. هل يجب علي أن أخترع العجلة لأطلب سيارة تقلني للمنزل؟ لا يا شيشي، لكنك لا تدرك أهمية البحث والتعلم. هل تدرك كم تطورت الاتصالات؟ فعبر وسائل بسيطة أدرك القدماء أن بإمكانهم التواصل، وتطور هذا الحلم ليصبح هاتفاً جوالاً. كل شيء ممكن طالما أردنا تطوير حياتنا عن طريق البحث والتعلم يا شيشي، وإلا عدنا للعصر الحجري.